ارجع تاني لموضوع رمضان. رمضان صبح يا جماعه مش معانا، رمضان صبح يا جماعه في نادي بيراميدز. الف مليون مبروك يا رمضان وربنا يوفقك، وبجد يا ابني والله العظيم ربنا يوفقك. وعايز اقول لك بس واقول لكل الاهلاويه وجمهور الاهلي، محدش يزعل، محدش يخاف، ما بتقفش على حد، ما بتقفش على حد. كانت وقفت يا حد ينسى عصام الحضري ده اللي باكد الاهلي نادي مبادي. وعايز اقول ان بعد كل المفاوضات وبقالنا شهور وبقالنا ايام وبقالنا اسابيع وكل الكلام ده مع النادي الانجليزي ومع كل الكلام دوت، مشي في منت. عايز امشي مع الف سلامه، ودي للكل مع الف مليون سلامه، ما بتقفش على حد. والله الحمد لله، الحمد لله، والله الحمد لله رب العالمين. سبع رابي مهمام.